يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى لأسقيناهم ماء غدقا، فهل يعني ذلك أن الجن بحاجة إلى الماء؟ وأن بلا شك الجن مثل الإنس، بحاجة إلى الماء، بحاجة إلى الطعام، إلى الشراب، مثل الإنس تماما، يحتاجون إلى الأغذية وإلى، وكل له رزق من الله سبحانه وتعالى، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من الجن ومن الإنس ومن البهائم والدواب والحشرات وكل مخلوق. نعم.